قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ينتهز كل فرصة للحديث إلى المصريين للتنويه عن الإصلاحات التي تجريها الدولة سواء في مجال الاقتصاد أو بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف. وأوضح السيسي في كلماته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة المقامة بالكلية الحربية، قال اليوم الاثنين: إننا حققنا إنجازات كبيرة والشعب المصري صاحب الفضل، ولولاه ما استطعنا المضي نحو البناء والتنمية. وقد حققنا في هذا المقام إنجازات واضحة شهد لها العالم بأسره. وهنا لابد أن أوضح أن صاحب هذه الإنجازات وبطل هذه المرحلة هو شعبنا الأبي، الذي لولا صبره وتحمله ما كنا نستطيع أن نسير قدما في مسيرة البناء والإصلاح. واسمحوا لي هنا مرة تانية يعني أتكلم في الدور اللي الشعب المصري بيقوم به. في كل مرة تيجي الفرصة أن أنا أتكلم على الإصلاح والإجراءات اللي احنا بنعملها، سواء كان الإصلاح ده إصلاح اقتصادي أو إصلاح في بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف اللي موجود فيها، البطل في الحالتين هو المصريين، شعب مصر. زي ما انتوا حاضرين النهاردة وكنا حضرنا من يومين فاتوا في كلية الشرطة، هو الأسر المصرية بالكامل هي اللي بتقدم الأبناء والشباب اللي انتم شايفينه ده، واللي هو بيقدم حياته ودمه من أجل مصر. فالشعب المصري هو اللي بيقوم بالدور كله. احنا دورنا بينحصر في ان احنا يعني يبقى في رؤيه وفي توجيه وفي سياسات بنعملها، لكن لولاكم لولاكم يا مصريين في الحاجتين اللي انا بتكلم عليهم، اللي هم اخطر ما بيقابلنا، الارهاب والاقتصاد. لولاكم، وانا مش بقول الكلام ده عشان يعني كلام يبقى جميل، يعني انتوا اوعى كتير واذكى كتير وافهم كتير من حد ممكن يخدعكم بكلام معسول. المزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول الكاتب الصحفي السيد جمال الجمل، ارحب به. كما ينضم الينا عبر سكايب من القاهره السيد محمود ابراهيم نائب رئيس مركز الاتحاديه للدراسات، ارحب به ايضا. وابدا مع السيد جمال الجمل. سيد جمال الجمل، السيسي يتحدث ويقول: لولا المصريين ما وقفنا امام الارهاب، ولولا المصريين ما نجحنا في مجال الاقتصاد وما حققنا انجازات. السيسي يتحدث عن إنجازات، كيف رأيت كلام السيسي؟ يعني مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى السادة المشاهدين. حديث السيسي عن الإنجازات متكرر، وهو يرى هذه الإنجازات ونحن لا نراها، وهو أراها بطريقته الخاصة. يعني بيرى أنه حمى الدولة من الإرهاب والتطرف، ما زالت عمليات الهدم في سيناء مستمرة، ما زالت عمليات الحصار موجودة، يعني تستشهد عروس برصاصة مجهولة في نادي بشكل عادي، طرق مقطوعة. كلام عن الإرهاب والتطرف بهذا المعنى أفهمه على أنه كلام على مستويات يعني التنسيق الأمني بين أجهزة المخابرات وبين يعني المسائل اللي هي من عقود موجودة مستمرة في إطار يعني مشروع قادته أمريكا بعد الألفية الثالثة مع سبتمبر، والمشروع الإسرائيلي في المنطقة لإعادة ترسيم المنطقة وفق إسرائيل الكبرى، كما نرى ملامح ده كل يوم. وبالتالي الكلام عن الإرهاب هو كلام عن الإرهاب من وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية فقط، لأنه في الداخل ووفق خطاب السيد الرئيس في أكثر من محفل، وهي يعني له طريقتين: خطب المكتوبة اللي بيقراها بطريقة ركيكة جدا وبقاش مستوعب الكلمات اللي فيها، والارتجال لما بيتكلم بطريقته البلدي اللطيفة دي وبيحاول يكرر نفس المعاني ويفهمنا. فهنكتشف أنه الدولة تصنع الإرهاب وتغذيه، وحالة الاحتقان الموجودة في المجتمع، حالة عدم استكمال ما يسمى بمنظومة الإصلاح الاقتصادي، أنها منظومة ناقصة تحاول تقديم الصورة الغربية لمصر في الأسعار ولا تعمل ذلك في المقابل فيما يتعلق بالأجور.
استهلاكية مش حالة منتجة، اقتصاد مشوه أعرج، اقتصاد أسود، اقتصاد لغسيل الغاز الإسرائيلي ثم إعادة بيعه، كلام من هذا النوع لا يرقى إلى مستوى دولة ولا يرقى إلى الحديث عن إنجازات إلا إذا كان المقصود به هو تصور الحلقة الأمنية التي تعمل فيها مصر لصالح دوائر أخرى وليست وفق مفهوم الأمن القومي المصري. نعم. هذا بلا ضيف السيد محمود إبراهيم. سيد محمود إبراهيم، الحديث عن الاقتصاد، عندما يتحدث السيسي عن الاقتصاد بأنه حقق إنجازات في الاقتصاد، والأرقام تأتي من وزير المالية المصري الذي يتحدث أنه الدين الخارجي أو فوائد الديون تحديدا وصلت إلى 800 مليار جنيه مصري، أيضا الحديث عن أنه الديون الخارجية وصلت إلى 104 مليار دولار، يعني زادت في خلال الخمس سنوات الماضية سنوات السيسي ضعف ما كان موجودا خلال السنوات يعني الماضية كلها. ما هي الإنجازات الاقتصادية التي حققها السيسي؟ يعني النظر للاقتصاد على أنه بس مسألة الديون ده اختزال، ويعني اختزال مخل، لأنه معدل النمو داخل على 6%. فأي دولة في العالم، أمريكا هي أكبر دولة مدينة في العالم للعالم كله، يعني والصين بتشتري سندات أمريكية، مفيش مشكلة طالما أنت دولة مستقرة وعندك معدل نمو، وأنه في الحدود الأمنة الدين في الحدود المقبولة من الناتج القومي اللي هو بيزيد ب5% كل في السنة. الحقيقة الإنجازات ممكن في مشكلة أسعار مثلا اللي هي بترجمها الاقتصاديين في التضخم، لكن على المستوى الآخر في أشياء أخرى، في تقريبا 10 مليون دخلوا سوق العمل في عهد السيسي، ومع ذلك نسبة البطالة بتنخفض أقل من ما كانت. إحنا بنتكلم عن مقارنة بين حالة وحالة، يعني أنا ما فهمش المقارنات المطلقة. مصر كانت فين من 5 سنين بقى على المستوى الأمن؟ وأنا هنا ما بتكلمش. لا، أنا أستاذ يعني محمود إبراهيم، ما زلت أتحدث، أنت تحدثت عن الاقتصاد وقلت يعني أنت لا تحب المقارنات المطلقة. أنا لن أخذك إلى مقارنة مطلقة، أرجو أن تسمعني. يعني من أساتذة الاقتصاد قالوا المشاريع الناجحة التي تحسن الاقتصاد تنعكس مباشرة بالتبعات وبالإيجاب على 3 أمور: زيادة فرص العمل، ثبات الأسعار، ارتفاع معدل نمو الإنتاج. ثلاث أمور. أنا ما أعرفش مين أساتذة الاقتصاد. أستاذ محمود، يعني باختصار أنت حضرتك بتتكلم عن الاقتصاد. اقتصاد، هل الاقتصاد انعكس إيجابا على المواطن المصري فيما يخص الأسعار، فيما يخص زيادة الإنتاج في مصر؟ فهو هنا اولا فيما يخص مثلا الاجور، الحد الادنى للاجور زاد السنه دي بس بعد تحرير سعر البترول او سعر الطاقه الى زاد 67%، دي اكبر زياده في الحد الادنى للاجور ربما في تاريخ مصر. احنا بنتكلم عن 67% زياده في الحد الادنى للاجور. المساله الاخرى اللي حضرتك بتتكلم عليها الاسعار، انا قلت ان التضخم كان مشكله، احنا دلوقتي مسيطر عليه في وضع افضل، لكن النمو انا ما اعرفش ايه الزياده الانتاجيه دي، هو النمو 5% ده احنا على 6%. لا حضرتك ما تعرفش يعني ايه ارتفاع معدل نمو الانتاج اللي هو الاقتصاد الحقيقي يا استاذ محمود ابراهيم، زي المصانع، انتاج المصانع، مش الاقتصاد الحقيقي. ده اللي بيضللوا بيه المصريين. مصر دولة خدمات، السياحة اقتصاد، تقديم الموبايل خدمات اقتصاد، جزء كبير من سوق في انترنت وفي طيب خليني اشرك الاستاذ جمال معانا، يعني بما انك بس ما تقوليش خليني اروح. لا انا اقول لك وحضرتك يعني زي ما قلت حاجه نشرك ضيفنا. لا اقول لك اتفضل يا استاذ محمود، انتظر استاذ جمال الجمل. استاذ محمود ابراهيم بيتحدث عن انه مصر، استاذ محمود ابراهيم عفوا، استاذ جمال الجمل، استاذ محمود ابراهيم بيتحدث انه الاقتصاد الحقيقي في مصر هو اقتصاد الموبايل. الاقتصاد الحقيقي مصر دوله، يتحدث مصر التي كان يقال عنها دوله صناعه ودوله زراعه، يقول عنها انها دوله خدمات. ايه رايك في الكلام ده؟ الحقيقة هو ده الفارق الأساسي اللي احنا المفروض بنتكلم عنه. هذا تصور عن رؤيتنا لمصر كدولة، كوطن، كتاريخ وحضارة عريقة ومستقبل بنتمناه، وعن كونها شركة أو توكيل أجنبي خارج حدودها سواء لتل أبيب أو لواشنطن. المفهوم بتاع أن الدعارة اقتصاد والسمسرة اقتصاد
اتكلم عنه أساتذة كتير، أستاذ عادل حسين في يعني ثلاثياته الشهيرة الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية، يعني اللي عايز يفهم في الاقتصاد ويقرأ فيه يتكلم في ده. مصر اللي كانت يعني سلة غذاء العالم، واللي كانت دولة تكتفي بذاتها، واللي كانت قراها لا يدخلها يعني رموز السلطة إلا لنهب خيراتها، بينما كان الفلاحين بيأكلوا وبيأكلوا البشوات في القصور. كل هؤلاء أصبحوا طوابير جياع في دولة تتسول طوال الوقت، مش بس الاقتراض، تسول طوال الوقت حتى من دول صغيرة جدا لا ترقى إلى كونها دول. هذا الفهم في الاقتصاد يعني هو فيه رؤساء أو مسؤولين نخشى عليهم من الهزيمة لأن عندهم مشروع، وفي رؤساء نخشى أن ينتصروا. السيسي من الرؤساء ممكن يبقى جاد وجاد وراجل بيسهر بالليل لغاية الساعة كام ويصحى بدري ويشتغل، لكنه يعمل في طريق الخطأ، يعمل في طريق الرذيلة، فنخشى أن ينجح في مخططه. لا. نخشى أن يحول مصر إلى ولاية تابعة لإسرائيل أو دولة بلا قيمة تلعب بها أمريكا في أمور السمسرة الإقليمية اللي موجودة بهذا الشكل المهين. اللي بيقبض ثمن شغلته بهذه الطريقة هو يهين نفسه ويهين دولته. نحن نريد مصر باقتصاد له مقدرات بقيمة للوطن وقيمة للمواطن وكرامة له، لكن اقتصاد السمسرة والتبعية والموبايل ويسلف من 3 جنيه والكلام ده كله لن يقيم دولة بوضعية مصر. أرجو أن تبقى معي السيد جمال جمال. أذهب للسيد محمود إبراهيم. سيد محمود إبراهيم، الحديث عن المشروعات الكبرى ونسبة هذه المشروعات في ظل أن المواطن المصري لم يجد هذا في حياته اليومية تحديدا. يعني هو أولا اسمح لي، أنا طبعا أتحفظ على وصف السياحة بالدعارة، ده إهانة لكل العاملين بالسياحة. لا هو لم يصف سيد جمال جمال لم يصف، لا هو قال أنه أنا ما كنت اشتريت الدعارة، أنا قلت السياحة. والمسألة كانت كلامي كان واضح عن الخدمات بشكل عام. شركة أوبر اللي هي الأمريكية دي اللي هو بيسخر من الموبايل، شركة أوبر دي تساوي اقتصاد 10 دول من أمثالنا يعني، وهي خدمة موبايل في الآخر يعني. فدي الاقتصاد شكله تغير، الدول الصناعيه لم تعد بمساله ان احنا بننتج حديد وصلب. وعلى فكره مصر بتصدر حديد وبتصدر زراعه برضو، بتصدر فراوله وبتصدر بتاع، ومش عاجبهم برضو يعني، دي مساله اخرى. لا يعني مصر عملت اي حاجه ومش عاجبهم يعني. على فكره التصدير زاد في عهد السيسي بعد ما كانت الطرق بتتقطع وبياخدوا المنتجات يبيعوها مسروقه، فيعني انما هم مش عايزين يشوفوا لا تصدير ولا اي حاجه. انما نرجع بقى لسؤال حضرتك اللي كان عن الفقراء وكيف يشعروا بهذا. الحقيقة انه في مثلا محاضرة نزلة الأسمرات، حي تم بناؤه ونقل المصريين الفقراء من العشوائيات الى هذا المكان. في خدمات بيحصلوا عليها فيروس سي مثلا، كشف مجاني ومعالجة مصريين كثيرين من فيروس سي. كل دي انجازات على الارض، مش دعارة ولا يعني عمل في الطريق الخطأ. علاج المصريين والاهتمام بصحتهم طبعا ممكن نكون نتطلع الى الافضل، ده اكيد، لكن ان وصف هذه الامور بالدعاره ووصف السياحه. استاذ محمود ابراهيم يعني دعني اوضح نقطه لك، انت ذكرت هذه الكلمه 3 مرات. الاستاذ جمال الجمل في محض وهو معنا عندما تحدث قال في المطلق انه مثلا انه هذا انه تجاره الدعاره، البعض يتحدث عنها انها تجاره او انها صناعه او انها يعني مكسب، لم يتحدث عن مصر. تفضل. المخدرات مكسب لا هو مكسب. لم يتحدث عن مصر يعني. تفضل. ايه مجالها في سياقها؟ لا ايه سياقها؟ استاذ محمود ابراهيم، استاذ محمود ابراهيم بيقول الرئيس السيسي بيمارس الرذيله يعني. ده يا استاذ محمود ارجو الا يعني استاذ محمود ابراهيم ارجو الا نذهب الى امور فرعيه وامور يعني لن يا سيد الفاضل لن نقبل لا الأستاذ جمال الجمل بقامته يعني قصد ذلك، ونحن لن نقبل في هذا الحوار أن يتم وصف السياحة ووصف المصريين بالدعارة. وأرجع الكلام للأستاذ جمال الجمل، ربما لديه تعليق على هذه النقطة. أستاذ جمال تفضل. يعني لا أحب التعسف في التفسيرات لأنها بتنضح بما في رأي الشخص أو في فكره. أنا لا أقصد أن السياحة دعارة، ولكنني أقصد وأكرر وأصمم وأؤكد أن السياسة دعارة، أن الاقتصاد في مصر دعارة، أن الارتزاق مقابل أجر دون تمييز
دعارة لما تعمل لصالح المشروع الإسرائيلي ولما تعمل كوكيل لدول غربية على حساب مصلحة مصر، هذه دعارة. لما تهجر زراعة القطن وزراعة القمح عشان تزرع الفراولة وتصدر المشع، هذه دعارة، لأنك تريد أن تحصل على المال دون أن تكتفي بتحقيق السلع الاستراتيجية لوطنك. مصر يمكن أن تعيش بدون فراولة، لكنها لا يمكن أن تعيش بدون قمح وبدون قطن وبدون صناعات استراتيجية زي اللي بيكلم عنه في الحديد والصلب أو في التصنيع الكبير والثقيل وغيره. إذن لما بنتكلم عن اقتصاد اللي هو يعني يستشهد بشركة، أمريكا ليست شركة، هناك وطن يصنع شركات ويصنع اقتصاد كبير وليس مانع في ذلك، لكن عندما تتحول الأوطان إلى شركة للبيع والشراء، شكرا. وعندما يتحدث قائد عن إمكانية أن لو ينفع أتباع لأتباع، هذا يعني أنه إذا قابل الرئيس أن يكون سلعة يمكن للوطن أن يكون سلعة، ويمكنه أن يجعل من المواطن سلعة. شكرا، وهذه دعارة وأكررها ولا أعتذر عنها. طيب أستاذ جمال جمال، أشكرك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. أشكر السيد محمود إبراهيم على وجوده معنا، وأيضا يعني نحن نتحفظ على وصف هذا الوصف ووصف به التجارة أو السلع أو السياحة أو غيره في مصر، ولكل ضيف رأيه الذي يتحمله هو.